استقبل معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب معالي البروفيسور الدكتور نعمان كورت رئيس الجمعي الجمعيه الوطنيه الكبرى بجمهوريه تركيا الصديقه لدى وصوله البلاد مساء اليوم في زياره رسميه ستشهد عقد جلسه مباحثات مشتركه وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي لصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتاتي زياره الوفد البرلماني التركي الى مملكه البحرين انطلاقا من العلاقات البحرينيه التركيه التاريخيه والوثيقه وما تحظى به من رعايه واهتمام من لدن جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه وفخامه الرئيس التركي ودعم ومتابعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد كان في مقدمه مستقبلي الوفد البرلماني التركي نائبا رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابيه والامين العام لمجلس النواب والسفيره التركيه لدى مملكه البحرين.